بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلسطين، الجرح العميق في نفوس المسلمين. كنا فيما مضى من السنوات الفائتة إذا شنت عليها الغارات وهوجمت بالطائرات ورأينا الضحايا والدماء والمنازل المهدمة فوق رؤوس ساكنيها، كنا نشعر بالغم والحزن والهم، كنا نشعر بالألم، كنا نشعر فعلا بأننا أمام آلة مدمرة متمثلة في هذا الكيان الغاشم القاتل. أما في هذه الحرب فلست أدري لماذا نشعر بالارتياح، لماذا بعض الارتياح يعتري قلوبنا ويحتوي مشاعرنا. حينما أردنا أن نفسر ذلك وجدنا أن مرد ذلك إلى القرآن الكريم، حيث يقول المولى عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا أي أعلمنا، حسب ما قال المفسرون، أعلمنا بني إسرائيل أنهم سيعلون ويعلون ويعلون ويفسدون في الأرض. ماذا بعد العلو؟ بعد العلو السقوط والهبوط، السقوط إلى الهاوية. الآن إسرائيل في هذه الحرب في مأزق شديد جدا، إذا تقدموا خسروا، وإذا تراجعوا خسروا خسارة أكبر. ماذا يفعلون؟ هم الآن في حيرة من أمرهم، لا غيب الله عنهم الحيرة ولا أرشدهم الله عز وجل إلى صواب. رسالتي إلى إخواني المقاومين الأبطال الأشاوس: والله إنكم أخجلتمونا وأشعرتمونا بالحرج، لأننا نعجز أن نقدم لكم شيئا، ولكننا نكتفي بأن نقدم لكم الدعاء، هي سهام الليل التي لا تخطئ. فنتوجه إلى الله عز وجل ونقول: اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر بهم يا رب العالمين. نسأل الله لكم التمكين أيها المقاومون الأشاوس، لا تلتفتوا إلى المثبطين الذين هم في ريبهم يترددون، لا تلتفتوا إلى أصحاب الكلمات النابية وأصحاب الألسن البذيئة التي لا ترقى إلى فهم وإدراك ما تفعلونه أيها المقاومون الأبطال. دمتم ودام جهادكم حتى تحرير فلسطين، وإن نصر الله لآت، إن نصر الله لآت، إن نصر الله لآت. فلسطين من النهر إلى البحر بإذن الله. سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال، سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال، ونشفي الصدور بوأد الضلال.